ادينا اهو بقينا بالليل وانا كده بقى شكلي هتاخر على الشغل. ما انت اللي ماشي على قشر بيدي اعمل لك ايه؟ انا مش عارفه بصراحه دي سواقتك ولا العربيه المهببه اللي احنا فيها دي. انا مش قصدي ان هي مهببه بس يعني هي... دلوقتي بقت المشكله هي العربيه مش الزحمه ولا الكمين اللي قابلناه على نزله الدائري. زينهم والنبي بلاش والنبي خناقات المتجوزين دي. انا جايه اصلا مقفوله من الموضوع فما تقفلنيش اكتر بعد اذن حضرتك. طيب ماشي يا ستي المقفوله ركزي معايا بقى. بصي دي جوانتيات لازم نلبسها عشان ما نسيبش اي بصمات في الشقه. ماشي. ودي كمامه عشان الرذاذ والنفس ده ممكن يسيب الدي ان ايه. رذاذ التفافه يعني. ايوه ايوه فاهمه. ودول هتلبسيهم في رجلك عشان ندخل من الشقه كاننا ما دخلناش خالص. ما شاء الله بجد ما شاء الله ما شاء الله انت مجهز كل حاجه. ما دي بقى ميزه انك تقتحمي مسرح الجريمه مع طبيب شرعي. طب حضرتك كطبيب شرعي هل عارف احنا ازاي هنخش من الباب؟ خلي كده. ايه يا زينهم في ايه مالك؟ استني بس بدور على بنسة. هو ايه اللي بتدور على بنسة؟ انت عايز بنسة ليه دلوقتي اصلا؟ وبعدين لو سمحت ما تبوظليش شعري. بنت شعرك ايه؟ بنسة عشان نفتح بيها الباب. عمرك ما شفتيها قبل كده؟ في كل الروايات البوليسية بيفتحوا الباب ببنسة. طيب ماشي اوكي بس يعني الروايات البوليسية ما قالتلكش ان احتمال الباب يكون متشمع؟ ايه ده؟ ايوه صح زي ما فكرتش فيها دي. طب هي الشقة في الدور الكام؟ اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.